الوقفة الحادية عشرة: الحرص على أخذ العلم من العلماء الكبار. نعم، لأنه إذا ضيعت مكانتهم فلا مكانة للأمة، لا مكانة للأمة. وأنتم تنظرون في وسائل التواصل، لما اختلط الحابل بالنابل وأصبح كل شخص يقول أنا عالم، ما الذي جرى للأمة؟ ما الذي جرى لدين الله؟ ما الذي جرى للشباب؟ يعني كان الشباب يوعظون عن الجنة، عن النار، عن الأخلاق الطيبة، عن الفضائل، أصبح الناس يدندنون، وأصبح كل واحد في وسائل التواصل كأنه هو العالم. ولذلك ما الذي جرى لهذه الأمة؟ لتعلموا أنه ما جرى لهذه الأمة من هذه الفتن إلا بعد وجود هذه الوسائل، بها عظم أمر الأمة وعظمت فتنها. فالحرص على أخذ العلم من العلماء الكبار. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ يعني بعض الناس يظن أن رخاء الزمن ورخاء العهد يكون بالدنيا، لا، ليس بالدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث أنس رضي الله عنه لما أتاه الناس يشكون الحجاج، أتى الناس يشكون الحجاج من فتنته وبطشه إلى أنس رضي الله عنه، فقال اصبروا فإنه ما من عام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ما من عام يأتي إلا وبعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سبحان الله، الحجاج هذا الذي فتن الناس زمنه شر، لكن أتدرون ما الذي أتى بعده؟ زمن عمر بن عبد العزيز، وفيه من العدل ما فيه. فكيف يتوافق هذا مع الحديث ما يأتي زمان إلا وبعده شر منه؟ اسمعوا إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ليست العبرة بكثرة الرخاء، لا والله، لا والله، ليست العبرة في طيب الزمن بكثرة الأموال أو بكثرة الدنيا، لا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا أعني رخاء من العيش يصيبه، ولا مالا من الأموال يفيده، ولكن يأتي يوم يقل فيه العلماء أقل من اليوم الأول، فإذا استوى الناس، استوى الناس، ليس هناك عالم ولا جاهل، فإذا استوى الناس قال رضي الله عنه: لم يعرف معروف ولم ينكر منكر. الناس استووا الآن فيما يأتون به من هذه التغريدات وهذه التعليقات وهذه النشرات، استووا، فلم يعد للعالم الكبير له قدر ومكانه للأسف،